انضم الينا الان من لندن الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عبد الرازق. اهلا وسهلا بك الى سكاي نيوز عربيه. الان بالفعل هناك تهديدات امريكيه بريطانيه لاستهداف الحوثيين، وفي تشكيل عسكري بحري في المنطقه، لكن يعني كل التحذيرات عندما يعني تزيد التحذيرات عن حدها وتطول، يتولد لدى الحوثيين حسب الإعلام أنه هذه التحذيرات والتهديدات غير جدية. لماذا كل هذا التحذير وراء التحذير للحوثيين إذا كان هناك فعلا نية بعمليات عسكرية؟ مرحبا أستاذ يوسف. في الواقع لقد تجاوزنا مرحلة التحذير وباتت طبول الحرب تدق، خاصة الصوت عالي جدا في بريطانيا، خاصة أن اليوم ونحن نتكلم الاجتماعات على أشدها، واجتماع لكبرى في الصباح على لجنة للطوارئ، وحديث أيضا بعد الاجتماع قبل الاجتماع في الواقع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وريشي سوناك رئيس الوزراء، ويبدو أن هناك اتفاقا ما على شيء ما، لأن مصر ادخلت في هذا الموضوع نظرا للضرر الاقتصادي الكبير الذي يلحق بقناة السويس. هذا الاجتماع غير معتاد يوسف أن يعقد في مثل هذا الوقت من المساء، إلا إذا كان هناك خطب جلل أو الإقدام على عمل عسكري، وهذا هو ما سيحدث ربما في القريب العاجل. فإذا نحن تخطينا مرحلة التحذير والتي كانت على مر الأيام الماضية على جميع المستويات، سواء من وزير الدفاع أو ريشي سوناك رئيس الوزراء، وحتى من البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن البنتاغون لم يصح الكثير عن الخطط التي يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة في هذا الصدد. لكن اسمح لي دكتور فؤاد، يعني يعني هذا الوضع غير معهود. عادة الولايات المتحدة حتى بريطانيا عندما يكون في أزمة وتهديد تتصرفان بشكل سريع. مثلا شفنا الهجمات في سوريا في العراق على مواقع عسكرية، كان رد سريع فعلا. كان الآن في التعامل مع الحوثيين في خصوصية على ما يبدو، يعني أولا تهديد ثم عسكري. حتى الآن يعني لما كما حضرتك تقول أنه بدأ الطبول الحق تقرع، نجد تفاصيل العملية العسكرية والأهداف التي ستضرب تسرب إلى الصحف، وكأنهم يعني يقولون للحوثيين سنضرب انتبهوا. يعني ما سبب هذه الخصوصية؟ الخصوصية لها عدة أسباب. أولا يعني بلغ السيد الذبة بعد الموضوع التحذيرات، وكما قلت حضرتك هو التحذير الآن ليس تحذيرا بل هو أمر وشيك الحدوث، يعني استدعاء زعيم المعارضة، استدعاء رئيس البرلمان البريطاني مجلس العموم والمعارضة ولورد كاميرون، كل هذا يشير إلى أن هناك بالفعل حتى يريدون تخطي عرض الأمر على مجلس العموم، بيكتفوا بمثل هذه الاجتماعات بأن يطلع رئيس الوزراء كل هذه الأطراف. من هنا أن الحساسية التي كانت من قبل لم تعد تراعى، لأن اليوم كان الهجوم 27، أمس قالوا أن هجوم 26 هو أمر كبير وخطير وموسع بل ومعقد. الحساسية التي تتحدث عنها تأتي أن جميع الجوانب تتخوف من اتساع نطاق هذا الأمر، والحوثيون يعني يلعبون على هذا الوطن بما أن الأمور لن تخرج عن نطاق التحذير، وبالتالي هم اليوم أيضا حذروا من أن إذا الولايات المتحدة الأمريكية شنت أي هجمات فسيتم الرد عليها وبقوة. أيضا مقولة الحوثيين بأنهم يدعمون غزة لا تلقى رواجا كبيرا في الأوساط في ظل وجود عدد كبير من الدول فيما يسمى حارس الازدهار، بحيث لو حدث أي شيء من هذا القبيل تتفرق الدماء بين القبائل ولا تتهم جهة معينة. طيب بالقيام بهذه الضربات. إذن هنا لماذا نرى وزير الدفاع البريطاني تشابس يتحدث بشكل واضح وصريح عن إيران؟ يعني صحيح في مجلس الأمن في القرار
إيران لم تتهم بشكل صريح وواضح، لكن كانت الحديث حديث المندوبة الأمريكية البريطاني كلهم يتحدثون عن إيران أنها تسلح وتوجه. طيب إذا كان الآن نحن في جو حرب، لماذا وزير الدفاع يتحدث عن إيران أكثر من يتحدث عن الحوثيين هنا ويتهم إيران بأنها هي التي تساعدهم؟ نعم، دعنا نكون صراحة في هذا الأمر. هذا هو الاعتقاد الجازم لدى هذه الأطراف بأن إيران هي التي وراء هذا، نظرا لنوعية الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون، نظرا للجرأة في الإقدام على هذا الأمر، نظرا لوجود مصلحة لإيران لمشغلة الولايات المتحدة الأمريكية عن قضايا أخرى، وأن هذه منطقة يعني سيطرة ونفوذ بالنسبة لإيران. هي لا تريد، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدخل مباشرة في حرب مع إيران، لكنها أيضا تلاعب إيران عن طريق ما يسمونه بوكلاء إيران في المنطقة ومنهم الحوثيون. فمن هنا جميع الأطراف تراعي هذه الحساسيات، لكن لما زاد الأمر عن حده يعني كما قلت حضرتك التهديد بات يعني لم يكن تهديد أو إنذار بل أكشن دكتور العمل. صحيح دكتور فؤاد، بالأمس يعني كان معنا سفير أمريكي سابق في اليمن، من بين ما تحدثنا عنه أنه الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي حجما أكبر من المفروض للحوثيين. هم بالفعل يعني يقومون بإزعاج ويقومون بتهديد، لكن هم لا يريدون الانجرار إلى حرب بشكل قوي مع الحوثيين، لأنه هذا يعني على هامش خططهم، لا يعني لا يستحق إنه يعني التركيز عليه. في عندهم مشكلة غزة، في عندهم مشاكل الصين روسيا، يعني أشار إلى أنه الموضوع أقل من إنه الاهتمام فيه. هل يعني تعتقد بأنه الحوثيين هنا نجحوا في جر يعني تكبير حجمهم، لأنه تعرف شعارات الموت لأمريكا والموت لكذا لإسرائيل، وكأنها ستحقق لهم دعاية على الأرض أكثر؟ هو رد، هذا رد دبلوماسي، ولكن هذا لا يمنع أن الولايات المتحدة تريد بالفعل أن توجه ضربات للحوثيين، وبالتالي فلتسمع يا جارة بالنسبة لإيران يعني إذا صح القول من هذا المنطلق. وهذا يعني لا أستطيع أن أقولها حرب بقدر ما هي ضربات استباقية أو استهداف لمناطق معينة لدى الحوثيين بحيث يشكل قوة رادع والإطلاق منصات الصواريخ وما إلى ذلك، لأن النوعية الصواريخ التي يعني في حوزة الحوثيين هي تطورت بشكل كبير، بما يشي بأن وراءها جهة مثل إيران، وهذا ما يقولونه صراحة وليس يعني من وراء ستار. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من لندن الكاتب الصحفي دكتور فؤاد عبد الرازق. شكرا.